جمع الشباب وخلانا نلتقي. كلنا جينا من لبنان والكويت والسعودية والبحرين ودبي وأبو ظبي والشارقة والعين، ذكروني بعد، وسوريا ومين ومصر والسودان والكويت، ذكرت الكويت، ذكرت الكويت والجزائر والمغرب وليبيا تونس. فعلا هذا الشعور بين الشباب. أنا بشكركم بصفتي حطيت صوتي على دوق فليد، على جراند بايزر. أنا بشكركم كتير، يسعد مساكي، الله يخليكم ويطول عماركم. الصحن الدوار، رعد الفضاء، الله يطول عماركم جميعا. وشكرا لهالمحبة ولهالتقدير. أنا بشكركم. مع الأخ أمين. الرحمن الرحيم، بحب أشكر جميع الحضور طبعا باسم الجميع. أقدم شكر أستاذ سامي، طبعا معكم أمين من بي جيمرز من كيبيك ميديا. أنا كنت منظم فقرة جنايزر لقيمة البارحة في الساعة 7، وطبعا أنا عملت هالشيء تكريم لأستاذنا الفاضل. يعني الصراحة جرانديزر أعمال أسطورية، أعمال لا تنسى عن الأجيال، وحبكم هنا يعد بدل حبكم الأساطير. يعني عندكم أي كلمة تقولوها فضوا حين يقولوها. مشكورين مشكورين. نسمع صوتك. أوكي، بعدين سلاسة. يوم نقول سلاسة كنا نحطينا فوق نقول جرانديزر. أوكي، واحد اثنين ثلاثة. جرانديزر. بس عندي سؤال لكم. انتوا هذا اول مشاركة لكم او اول كوميك كون يصير في دبي، شو رايكم فيه سو فار؟ يعني الحقيقة انا شخصيا اتفاجئت، لانه ما كنت متصور انه راح يكون فيه اول شيء هالعدد الكبير والتنوع يعني بالناس. اجوا من مناطق كتير بعيدة، من دول عربية بعيدة وقريبة ودول أجنبية كمان، وبعتقد التنظيم تبعه كتير موفق كان. ومتمنى له أكيد إنه السنة القادمة يرجعوا يجيبونا أول شيء أنا وجهاد. وبعدين نتمنى إنه سنة جاي يكون كمان أكبر وأكبر، ونشوف هالوجوه الحلوة معنا بأغاني جديدة أكيد، لأنه عنا مسلسلين جديد عم نحضر أنا شخصيا، ولسه جهاد عنده كمان نشاطاته الخاصة، بتقابل فيهم بسنة جاي. أولا شكرا لكم، ثانيا شكرا لكم، ثالثا شكرا لكم، أنتم نجحتوا الكوميكون. انتو بحضوركم بهالمحبة الكبيرة نجحتوا الكوميكون. هيدي اول تجربة هون، نتمنى تتكرر، لانه فعلا المنظمين قاموا بواجبهم وانتو اقمتم بواجبكم. شكرا للاخ امين اللي فعلا هو اللي استدعانا، هو اللي كان ورا فكرة عرض جرانديزر. انا بكرر شكري لكم، هذا عمل كتير مهم، نتمنى يتكرر في كل بلد عربي، لانه نحن اهل الثقافة، نحن اهل الكلمة، نحن اهل الابداع، نحن كل عمل فني، كل عمل فني لقى تشجيع منكم، لانكم انتم مبدعين، انتم خلاقين، ربنا سبحانه في ملكه حط هالحب فينا للحياة، وهذا جزء كبير من ممارستنا للحياة. وشكرا لكم، وشكرا للي نظموا هالمهرجان، وان شاء الله بيتكرر بنجاح بوجودكم وحضوركم. وتحياتنا لكل من تعذر وحضر هالكوميكون، وشكرا لكم، وتحية باسمكم لكل العالم العربي. شكرا. ان شاء الله وعدكم هذا بعد مني نستضيف استاذ مرة ثانية ان شاء الله. اذا الله نستدعي مالف كيبيك وانا قايد مالف جرانديزر عام المقبل. فابي وعد منكم ان تحضرون عام المقبل. جايين جايين مالك. طيب جهاد جماعة شاهدوا جايين.
شكرا خاصني ضيوفنا شكرا لكم. Ladies and gentlemen, we're going to continue our programming very soon. Thank you for joining us. Clap for Amin.